زي ما انتوا عارفين ان الاسترنم عبارة عن مانوبريم استرناي articulating مع البودي of the sternum والبودي of the sternum articulating مع the void process on both sides the ribs first rib second rib لغاية 7th rib و 8th ومن وراء ال 8th thoracic vertebrae اللي يهمني فيه المانوبريم استرناي نمرة واحد هذا المانوبريا مستر نايد هو وراه في اللور بارت بتاعه بلاقي الارش اوف ذا اورتا الارش اوف ذا اورتا ات بيجينز ات ذا سترنال انجل والسترنال انجل زي ما انتم عارفين هي الانجل ما بين المانوبريم والسترنم والسترنال انجل دهيت لاند مارك لابد وان اعرفها غصب عني والستانة او لويس او انجل اوف لويس هذه الانجل دهيت كان بيفل عشان كده لما اجي اعد الريبس بنزل من المانوبريم لغاية ما احس الريج دهيت بتاعة الستانة الانجل يبقى دي this is the second rib وراها الثيرد وراها الفورث ريب وراها الفيفث ريب وهكذا فدي اول فانكشن بتاعة الاسترنال انجل ثانيا هذه الاسترنال انجل الليفل بتاعها عند الديسك ما بين ثوراسيك 4 وثوراسيك 5 او اللور بوردر اوف ثوراسيك 4 ده الليفل بتاعها اهم حاجة تانية ان التراكية it ends at the level of the sternal angle by giving two main bronchi. فالاسترنال انجل بالنسبه لي ديت از فيري امبورتنت ولازم اعرفها كويس جدا ونزلت في الامتحان ونزلت في الامتحان العملي السترنال انجل جاء خط على الاسترنال انجل وحط عليها ايه وبعدين ايه كات which of the following organs ends at the level of this A وجاب لي تراكية وجاب لي arch of the aorta وجاب لي مش عارف طبعا التراكية بختارها انتوا عارفين نظام العمل ولا متعرفوش نظام العملي بجيب كيس في الاول الكيس انت بتقراها وبعدين الكيس ده هي بتطلب منك حاجة موجودة على الجثة بحط لك تلات علامات على الجثة A B C فانت بتقرا الكيس ده اهي وتعرف هي عايزه ايه مثلا ايه زي السنة الانجل دي مثلا ايه which of the following organs ends at the level of this A وكان متعلم عليها ايه يجي على الجثة يحط لك علامة على التراكية A مثلا على الارش اوف ذا اورتا B على مثلا الدايفرام C وانت تختار طبعا بتختار مين التراكية يبقى الاجابة بتاعتك التراكية ايه ده نظام العمل فالسترنا الانجل دي لما عد الريبس السترنا الانجل دي اللاند مارك بتاعت لان الريب نمرة اتنين هي الارتيكوليتنج مع السترنا الانجل وتلاتة واربعة وخمسة وراها المانوبريا مستر ناي اللور بارت بتاعه وراه الارش اوف ذا اورتا لكن الابر بارت بتاعه ده هو بلاقي الليفت بريكيوسيفاليك فين عشان يتحد مع الرايت بريكيوسيفاليك فين ويعملي لي السوبيريور فينا كيفا فالريليشن دي مهمة لان في سؤال يقول لك يا بيشن مش عارف عمره كذا 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 has a gunshot which penetrate a lower half of the manubrium sternae which of the following organs can be affected ويجيب لك الارش اوف ذا اورتا السيفاليك فين الانفيرو فينا السوبيرو فينا كيفا الرايت اتريوم وهكذا فانا اعرف ان طالما البوليت جايه في اللور هاف بتاع مانوبريا مستر ناي يبقى ات ويل افكت دايركتلي الارش اوف اورتا لو هي على الابر هاف ات ويل افكت مينلي الليفت بريكيوسيفاليك فين طبعا الكلام ده كله انتوا عارفينه الليفت بريكيو سيفاليك فين
البريكوس فالو الجديد ده بيتكون من الانترنال جاجلر فين اللي بيدرين الهيدن دناك والساب كليفيان فين اللي بيدرين الابر ليم، يعمل الليفت بريك وهكذا الرايت برضو انترنال جاجلر بتاع اللي بيدرين الهيدن دناك والساب كليفيان اللي بيدرين الابر ليم، ده بيعمل رايت بريكوسيفاليك ده الليفت بريكوسيفاليك، يعمل لي السوبيريور فينا كيفا الاثنين لما يتحدوا. دي انتوا لسه ما خدتوهاش اللي هي الفيسلز بتاعت السوركس، لكن لازم اعرف حته دهيت عشان ما تروحش مني. ادي اول حاجه بالنسبه لمنوبريم استرناي، ذس ذا سوبرا استرنال انجل، هنا اهو دي السوبرا استرنال انجل. سوبرا استرنال انجل نهوت لو حطيت ايدي فيها اي كان فيل مين التراكيه immediately above it I can feel التراكية، وشوف التراكية ديت هل central ولا deviated to the left ولا deviated to the right عن طريق السوبرا external angle. تمام. sometimes في سؤال يقول لك لو حصل قرش في الأورطة ده، يعني هو سؤال جاء ايه قال في pulsation سوبرا external pulsation، يعني ان هو سوبرا استرنال بلسيشن بحسيت ان في بلس موجود وجامد. Which of the following organ most probably affected مثلا aortic aneurysm of the aortic arch، مش عارف enlargement superior vena cava وهكذا. فانيوريزم في الارش اوف ذا اورتا ده هو كان ليد تو سوبرا استرنال بلسيشن، لان هذا الارش دوت هيتضخم لما يعمل انيوريزم. تعرفين يعني ايه انيوريزم؟ انيوريزم يعني dilatation of the artery، فلما الارش دوت يبقى dilated هيديني suprasternal pulsation، فsuprasternal pulsation دهيت معناها ان في aortic arch aneurysm. aortic arch aneurysm. وفي سؤال بالطريقة دي، في سؤال MCQ عن طريق السوبراستينال بالسيشن والكوز بتاعه aortic arch aneurysm، وجايب لك أربعة وراه تانيين. طيب بالنسبة لي هذا الاسترنم ده البودي اوف ذا سترنم، البودي اوف ذا سترنم ارتكوليت معاه نص اتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وسبعة، دول ارتكريتنج مع البودي. اللي يهمني في البودي دهوت ان لو بولت جت في البودي اوف ذا سترنم ودخلت لجوه ات ويل بنتريت مين الرايت فينتريكل، لان الرايت فينتريكل لو شفت هتلاقيه وراها الرايت اتريوم شويه هنا اهو، وادي الاتريوم اهو، الاتريوم هنا اهو، وادي الرايت فينتريكل اهو اهو. فالمين تارجت لو في كراشنج انجري، لو واحد داس فوقيه عربيه وكسرت البودي اوف ذا سترنم ات ويل افكت الرايت فينتريكل، لان الرايت فينتريكل وراها، الرايت فينتريكل وراها immediately. مش كده وبس، لو في حصل انلارجمنت للرايت فينتريكل كبر، لو حطيت ايدي على البودي اوف ذا سترنم هسمع الدقات بتاعت الرايت فينتريكل، وايه ومش دقات مثلا تك 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 او خبط تك، لا ده خبط كونتينيوس، خبط بيسموه هيف. سترنال هيف ده هو معناه ان الرايت فينتريكل انلارجد وكمبريس على البودي اوف ذا سترنم، فعشان كده لو حطيت ايدي اسمع كونتينيوس بالسيشن للرايت فينتريكل، واحس ان الرايت فينتريكل تحت ايدي ما بيسيبش المكان. مش كده وبس، بلاقي فيه باراسترنال بالسيشن في الانتركوستال سبيس اللي عند الباراسترنال، الاقي فيه بالسيشن. الباراسترنال بالسيشن والاسترنال هيف انديكيت رايت فينتريكولار هايبرتروفي او رايت فينتريكولار انلارجمنت. انتوا فاهمين حاجه؟ لو مش فاهمين حاجه قولوا، انا بشرح على اساس ان كنتوا فاهمين.
تمام. وفي الجنب كمان هشوف البلسيشن كمان، مش هشحسها بس، ده انا هشوفها الاقي في باراستينال بلسيشن، وده مش طبيعي. باراستينال بلسيشن انديكيت رايت فنتريكولار دايليتيشن. لو حطيت ايدي على السينم وبلسيشن والاقي حاجه بتزق ايدي كمان وبلسيتنج، ده بيسموه سترنال هيف، انديكيت رايت فنتريكولار هايبرتروفي. رايت فنتريكولار هايبرتروفي، لكن الرايت اتريوم هايبرتروفي ده بلاقي الشادو في الاكس راي تو ذا رايت اوف ذا سترنم كبير، كبر. يا عملت بلين اكس راي للعيان، هبص الاقي الشادو بتاع الهارت تو ذا رايت سايد اوف ذا سترنم كبر. لو لقيت الشادو بتاع الهارت تو ذا رايت سايد اوف ذا سترنم كبر، انديكيت رايت اتريوم انلارجمنت. الرايت اتريوم انلارج، لانه الرايت اتريوم هو اللي بيعمل رايت بوردر اوف ذا هارت. انما بالنسبه للايبكس دي معموله بالليفت فينتريكل زي ما انتم عارفين. لو حصل انلارجمنت ليفت فينتريكل الاقي الايبكس ده هي displaced downward and laterally. بعد كده اهو downward and laterally، بدل ما هي كانت في الفيفس ليفت فيفس انتركوستال سبيس 9 سم فروم ذا ميدل لاين او 3.5 انش فروم ذا ميدل لاين، ده مكان السيرفس انت بتاع الايبكس، هلاقي شيفت داونوردز اند لاترالي. شيفت داونوردز اند لاترالي ايكوالز ليفت فنتريكولار انلارجمنت. دول الثلاثه انلارجمنت اللي عندنا في الهارت، هو مش معدهم دلوقتي بس عشان الاسترنم بالذات، عشان الاسترنم. رايت اتريوم هايبرتروفي بيبان في الاكس راي، بينكريز شادو اوف ذا هارت تو ذا رايت سايد اوف ذا سترنم، انكريز ذا هارت رايت اتريوم انلارجمنت. لو في باراستيرنال بلسيشن وسترنال هيف رايت فنتريكولار هايبرتروفي، لو عملت اكس راي ولقيت الابكس اوف ذا هارت شيفتد داونورز اند لاترالي ايكوالز ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. تمام كده؟ تمام. بالنسبه للاسترنم كمان، انا اللي يهمني كمان الاسترنم ده فيه ريد بون مارو ثرو اوت لايف لغايه الواحد ما يموت، وفيه ريد بون مارو. فعشان كده لما احب اخد بون مارو بايوبسي باخدها من الاسترنم واعمل استرنال بانكشر، ادخل الابره في الاسترنم واخد منها عينه من البون مارو، بون مارو بايوبسي. دي قيمة كمان الاسترنم. كمان الحاجة التانية ولو ما بتعملش دلوقتي اللي هو splitting of the sternum، لو في cardiac surgery واحد هيشتغل على الهارت او يعمل تغيير شرايين coronary bypass، بيشق split الاسترنم two halves ويجي فاتح الى الهارت قدامه يشتغل فيه زي ما يشتغل فيه، يبقى كمان في splitting of the sternum لو في cardiac operations. ده كل الايه اللي ممكن ايه تتخيله عن الاسترنم والمناطق اللي ممكن يجي فيها اسئله في الاسترنم كبون. تمام. دي very bad. نيجي للريبس. انا عندي 12 ريب، الفيرست ريب ارتكوليت مع الاسترنم the primary joint primary cartilaginous joint. السكند ريب نصها مع المانوبريم ونصها مع البودي اوف ذا سترنم، وبعدين ثلاثة واربعة
وخمسة وستة وآخر واحدة السبعة. ارتكريت 8 ارتكريتنج مع 7، 9 ارتكريتنج مع 8، 10 ارتكريتنج مع 9، دي 8 و9 و10. انما 11 و 12 زي ما انتوا عارفين فلوتنج ريبس، فانا عندي ترو ريبس وفي فولس ريبس. الترو ريبس دولت اللي هم ارتكريتنج مع الاسترنم لغايه نمره 7، كل الباقيين فولس ريبس لانهم مش ارتكريت مع الاسترنم، والاثنين التانيين فلوتنج جريب. طيب لو انا بصيت لي ريب، لا هيد ونك ولا تيوبريكل وبعدين انجل وبعدين الشافت اهي. لو خدت كروس سيكشن في الريب هبص الاقي اهو الابر بوردر بلانت وراوندد واللور بوردر شارب، ده كروس سيكشن في اي ريب. وابص الاقي في الانر اسبكت نقط في جروف بيسموه الكوستال جروف او السب كوستال جروف، الاثنين زي بعض، وفي ثلاثة استراكشر زي ما انتم عارفين، انتر كوستال فين وبعدين الانتر كوستال ارتري وبعدين الانتركوستال نيرف فان زي ما انتوا عارفين. تمام، دي الانجل اوف ذا ريب. الانجل اوف ذا ريب از ذا ويكست بوينت اوف ذا ريب. ليه؟ لان الريب بتغير اتجاهها، اما تغير اتجاهها يبقى منطقه تغيير الاتجاه ده ضعيفه، فعشان كده ذا كومنست سايت اوف فراكشر اوف ذا ريب is the angle of the rib, is the weakest point of the rib. طيب اللي يهمني في الريبس ايه؟ نمرة واحد الفراكشر ريب. الفراكشر ريب ده كومن، انا عندي الابر فور ريبس نمرة واحد واثنين وتلاتة واربعة ريبس، ده همت they are protected بالمسلز اللي موجوده على التشيست وول، بكتورايس ميجور ماسلز، الريس انتيرور ماسل اللي اسمها دورساي ماسل، دول كلهم. عشان كده الفراكشر بتاع الابر فور ريبس از رير، لكن الكومن ستريب تو بي فراكشر من 5 لغايه 10. This is the common ribs to be fractured من 5 ل 10. نمرة 11 ونمرة 12 ما بيحصلهمش فراكشر. ليه؟ لأنهم مش ماسكين في الاسترنم، لو أي عربية خبطت فيهم الأنتيرو إندتيك داخلة في الأبدومين وبس، فعشان كده فراكشر بتاعهم إيه؟ ما بيحصلش. لكن الكومنس من 5 ل 10. الكومن سايت أوف فراكشر أوف ذا ريب إز ذا أنجل أوف ذا ريب، ودي بتنزل في العملي، يجيب لك تيبيكال ريب ويعلم لك على الانجل اوف ذا ريب وعلى الشافت وعلى الهيد، ويقول لك يا باشا انت عمره كذا 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 معرض لكار كوليجن، خبطته عربيه، اند ذير ويل بي ا فراكشر ريب. Which of the following size is the most commonly affected؟ ويجيب لك الريب ويحط لك A B C عشان تختار الانجل وتشوف العلامه اللي على الانجل ايه وتيجي حاططها انجل اوف ذا ريب. انتوا فاهمين حاجه ولا ايه؟ لو مش فاهمين قولوا، انا معتمد على الله وعلى ان كنتوا فاهمين، وانا جاست ان انا بفكركم. تمام. ايه الشافت اهو ده الانجل اهي، ده كله الشافت، ودي الهيد ودي النك وده تيوبريكل ودي الانجل وده كله الشافت بتاع الريب. وانتوا عارفين ان الهيد بتاعت الريب ده هي ارتكريتنج مع تو فيرتبرا، اللور ده هي ارتكريت مع الفيرتبرا اوف ذا سيم نمبر، والحته ده هي ارتكليت مع الفيرتبرا اباف. الترانسفيرس بروسيس ده اهو
التوبريكل ارتكليت مع الترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيم نمبر كوستو ترانسفيرس جوينت. فالهيد اوف ذا ريب الابر بارت بتاعه مع الفيرتيبرا اباف اللور بارت مع الفيرتيبرا اوف ذا سيم نمبر يعني نمره 3 يبقى الفيرتيبرا دي نمره 3 ودي نمره 2. التيوبريكل بتاع ريب ارتكليت مع الترانسفيرس بروسيس بتاع الثراسيك فيرتيبرا اوف ذا سيم نمبر دي نمره 3 يبقى ده ترانسفيرس بروسيس بتاع نمره 3. فاهمين الكلام ده؟ تمام. طيب الفراكشر ريب لو حصل is very common. العلامة بتاعت الفراكشر ريب ان في يحصل localized sharp pain. الاقي sharp localized يعني ايه الحتة ده وألم رهيب جدا وشارب ولوكالايز بين بعد حاسة اشك في فراكشر ريب. لو اتكيت عليها بحس الالم طبعا بيزيد لما بتك عليه سواء بحس كراك. انتوا عارفين كراك يعني ايه؟ انتوا عارفين انتوا حد كل بيضة قبل كده بيض وانت بتقشر البيضة كده اهو والقشرة بتاعتها احيانا تيجي حاططها على الترابيزة وتتك عليها عشان تكسرها فبيدي صوت او صوت ده الكراك. لو حسيت الصوت ده هو تحت ايدي او حسيته تحت ايدي او سمعته انديكيت فراكشر تحت ايدي انديكيت فراكشر تحت ايدي يبقى الشارب لوكالايز بين دي علامه من علامات الريب فراكشر والكراك. احس ان ايه في حاجه ايه زي بالظبط قشره البيضه بالظبط وانت بتكسرها بتحس بيها بايدك وبتسمع صوت هو ده بالظبط تحس كده هو فراكشر والالم طبعا بيبقى فيري سيفير بين. تمام ده بالنسبه للفراكشر. طيب انا عندي ده الاسترنم وقادر نفترض ان الريب ده هي اتكسرت عند الانجل واتكسرت عند المكان ما بتلتحم مع الكوستال فاصبح دي مكسوره ودي مكسوره والريب اللي تحتها برضو اتكسرت عند الانجل واتكسرت هنا اصبح في جزء من الريب مفصول تماما مفصول تماما. الريب ده هي في منتهى الخطوره. ليه بقى؟ لان ديورنج انسبيريشن المفروض لما باخد انسبيريشن الريبس بتبعد كده والثراسيك كافيتي بيزيد عشان الضغط يقل. انما دي ابص الاقي ديورنج انسبيريشن الاقي الريبس ده هي ساكد ان ساكد ان تيجي داخله لجوه ساكت ان بيسموها بارادوكسيكال. بارادوكسيكال يعني عكس طبيعي. بارادوكسيكال ريسبيريشن نتيجه فراكشر ريب ات تو سايدز لازم تو سايدز. الاقي ريب كده اهوت مكسوره من هنا ومن هنا والريب اللي تحتها مكسوره من هنا ومن هنا ومثلا الثانيه مثلا من هنا ومن هنا وايه والريب مكسوره اصبح الجزء ده هوت كله during inspiration it will be sucked in. sucked in يعني يجي داخل جوه ما يبقاش فيه respiration مش هقدر اخد نفسي مش هقدر اخد هواء يدخل الرئه عشان يعمل لي oxygenation. ليه؟ لان الهواء بيدخل لما الريبس تكسباند يجي الهواء داخل انما دي داخله لجوه فعشان كده it will interfere مع الانسبيريشن انترفير مع الاكسجينيشن وتبقى عشان كده فيري سيريس وبيسموها فليل تشيست. فليل يعني بيطير فليل تشيست يعني ايه مش يعني ايه بص رايح جاي رايح جاي دورنج انسبيريشن يجي داخل لجوه دورنج اكسبيريشن طالع لبره انسبيريشن اكسبيريشن فليل فليل تشيست. فليل تشيست از ا سيريس كونديشن due to fracture ribs at two sides. The fracture ribs is sucked in during inspiration. There is a paradoxical. Paradoxical يعني عكس الطبيعي. Respiration. It will interfere مع الاكسجينيشن. Very serious. Flail a chest. Sometimes
يحصل ايه؟ يحصل ان الريب تتكسر من الناحيه دي والريب التانية تتكسر من الناحية التانية والريب دي تتكسر من الناحية دي والريب دي تتكسر من الناحية التانية وهكذا. ابص الاقي الريبس تتكسر جنب الاسترنم، اصبح الاسترنم فلوتينج عايم مش ممسوك بريبس. برضو هيحصل فيه بارادوكسيكال ريسبيريشن، ديورينج ريسبيريشن الاقي الاسترنم ساكت ان داخل جوه ويحصل فيه بارادوكسيكال بيسموه فليل استيرنم. فليل استيرنم It is a serious condition, very serious condition. فليل الارتري والنير طز فيهم، انا همين اللانج اللي تحتيها والبلورة اللي تحتيها، لما عطى كسر البلورة ودخل لي هواء ويعمل نيوموثوركس ونيوموثوركس يعمل كولابس للانج واللانج تتقفل، هو ده الخطور قوي داخل في اللانج نفسها معورها. انما ارتري يتقطع بره طز فيه، نيرف هيتقطع انتركوستال نيرف في 60 داهيه. انما الهيمين الكومبليكيشن اللانج والبلورا اللي تحتيه، لان دي اللي هتاثر على حياه العيان، ممكن تموت العيان. نيو اكيوت نيوموثوركس داخل ممكن يموت العيان، دامج في اللانج وانتراثوراسك هيموريج ممكن يموت العيان، لكن مش النيرفات، مش النيرفات. تمام. طيب ادي بالنسبه للريب اهي، ده الانر اسبكت بتاعها، فيه فان انتركوستال فين انتركوستال نيرف انتركوستال ارتري وانتركوستال نيرف. تمام. سمتايمز طبعا هنا هوت بيبقى فيه البلورا واللنج. تمام. في ساعات في البلورا بيبقى فيه هواء اللي هو بيسموها ايه؟ نيومو ثوراكس، او يبقى فيه فلويد بلورال افيوجن. وسمتايمز عايز ادخل ابره واسحب، بيسموه ثوراكو سنتيسيس. سنتيسيس يعني بسحب بابره، ادخل ابره واسحب الفلويد او ادخل ابره واشفط الهواء لو نيوموثوركس. لو في حاله الثوراكو سنتيسيس دهيت او اسبيريشن للبلورال فلويد او اسبيريشن للهواء النيوموثوركس، بدخل الابره نير ذا ابر بوردر اوف ذا ريب. ليه؟ عشان ما عورش الانتركوستال نيرف. ففي الثوراكو سنتيسيس ذا نيدل شود بي انسيرتد توردز الابر بوردر اوف ذا ريب از نوت تو انجر ذا انتركوستال نيرف اند فيسلز. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، نفترض ان انا عيان عنده فراكشر ريب والم رهيب جدا، الالم ده اللي بيشيله الانتركوستال نيرف، اللي بيسببه الانتركوستال نيرف، ده اللي بيسبب الالم، اللي بيشيل الالم الانتركوستال نيرف. فسمتايمز عايز اعمل بلوك للانتركوستال نيرف، يعني احقن ماده مخدره تخدر للنيرف ده عشان الالم يروح، بيسموه انتركوستال نيرف بلوك. انتركوستال نيرف بلوك، انتركوستال نيرف بلوك. بلوك يعني هدخل ابره واحقن ماده مخدره تخدر للنيرف فالالم يروح. في الانتر نيرف بلوك ده هوت لازم بحط الانسيرشن للنيدل ات ذا لوور بوردر اوف ذا ريب. ليه؟ لان انا داخل على النيرف اصلا وهو النيرف في الحته دي. ففي الثوراكو سنتيسيس بحط الابره ذا ابر بوردر از نوت تو انجر مش عارف مين ومين ومين، لكن لو عملت انتركوستال نيرف بلوك لازم ادخل ابره تورث اللور بوردر اوف ذا ريب عشان اقابل الانتركوستال نيرف واحقن الماده المخدره. تمام. ده بالنسبه للايه؟ للريبس.
على فكرة كل الحاجات ده هي فيها أسئلة. أنا مش بقول حاجة مثلا إيه زيادة أو حاجة يعني مش مهمة على أساس ما ضيعش الوقت بتاعكم هدرا، لا ده أنا داخل في صميم الموضوع. تمام. بالنسبة للفيرست ريب، الفيرست ريب دي ارتكوليتنج مع المانوبريا مستر ناي اهو، هنا الكلافيكل هنا اهو، لكن دي الفيرست ريب. ابص الاقي المانوبريا مستر ناي اهو، الابر بوردر بتاعه اهو، وادي المانوبريا مستر ناي اهو، وادي الفيرست ريب هنا اهو، والفيرست ريب دي جراحه لورا عشان تارتكوليت مع الفيرست ثوراسيك، الفيرست ايه ثوراسيك فيرتبرا ثوراسيك واحد، والناحيه الثانيه برضو الفيرست ريب اهي وارتكوليتنج اهو، وتيجي ارتكوليتنج اهو مع الفيرست ثوراسيك كده. تمام. ما بين ثوراسيك واحد والابر بوردر اوف مانوبريا مستر ناي والانر سايد بتاع الفيرست ريب والفيرست ريب، السبيس ده هو بيسموه ثوراسيك انلت او ثوراسيك اوتلت، بتوع الاناتو بيسموه انلت وبتوع الجراحة بيسموه ثوراسيك اوتلت. اوتلت لان الفيسلز كلها طالعة من الهارت ومن ده كله طالعة على النيك وطالعة على الابر ليم، فعشان كده اوتلت مخرج. تمام. لو انا بصيت هنا هوت هلاقي الفيرست ريب هنا اهو، الفيرست ريب ده هيت في تيوبريكل هنا هوت مش مهم دلوقتي، سكالين تيوبريكل. هبص الاقي وراه السب كليفيان ارتري نايم على الريب، نايم على الريب وعامل جروف في الريب وجروف واضح جدا، مش كده وبس، ده البريكيال بليكسس النيرفات اللي هتدخل للابر ليمب بيدخل فيه ايه ثلاثة ترانكس للبريكيال بليكسس، ابر وميدل واللور ترانك، دي البريكيال بليكسس وده الابر ترانك بتاع البريكا مالناش دعوه بيه، الميدل ترانك اللور ترانك هو اللي داخل في الموضوع، وده نايم على الارتري وريليتد للريب. سمتايمز يحصل فيه حاجه اسمها سيرفايكال ريب. سيرفايكال ريب ده هيت ايه؟ الاقي اللاست ثوراسيك فيرتبرا اللاست سيرفايكال فيرتبرا يعني سيرفايكال سبعه، الترانسفيرس بروسيس بتاعها يطول، ويعمل لي سيرفايكال ريب. ده من مين؟ ترانسفيرس بروسيس اوف سيرفايكال سبعة برولونجد، ويجريح على الفيرست ريب، ممكن يارتكليت مع الفيرست ريب، وممكن يبقى فيه ليجامنت اتاتشد الفيرست ريب من هنا اهو او ارتكليتنج مع الفيرست ريب، لكن السيرفايكال ريب ده هي هتضغط لي على مين؟ على السب كليفيان ارتري نمره واحد، هتضغط لي على اللور ترانكس اوف ذا بريكال بريكسس نمره اثنين، لان هم دول اللي على العظمه والريب معديه فوقيهم، وخاصة لو العيان عمل ريزنج للشولدر. لما عمل ريزنج للشولدر هعمل ريزنج للفيرست ريب، فتيجي ضغط عليها السيرفايكال ريب، ولذلك الكمبريشن بيزيد مع الريزنج اوف ذا شولدر، وممكن احس ماس في النيك عشان السيرفايكال ريب، وممكن ما حدش يعني انا لو عملت اشعه لكم كلكم ممكن الاقي واحد او اتنين منكم عن سيرفايكال ريب وعايش بيها وخلاص ولا حاسس بيه ولا عامل له اي مشكله،
لكن لو عملت مشكلة هتضغط لي على الروتس بتاعت اللور ترانكس. اللور ترانك بتاع البريكال بليكسس ده هو بيسبلاي الهاند ماسلز، فعشان كده هلاقي الهاند بتاع الماسلز يحصل لها اتروفي، اتروفي اوف ذا هاند، اتروفي اوف ذا هاند ماسل. اتروفي يعني تتاكل، يعني بدل ما دي مقلبظه اهي ودي مقلبظه كده، لا ابص لهم ممسوحين ممسوحين نتيجة اتروفي، نتيجة الضغط على، لان اللور ترانك هو اللي بيغذي، هتعرفوا بعد كده، بيغذي سمول ماسلز اوف ذا هاند. مش كده وبس، ان هذا الروت ده هو اللور ترانك من سيرفيكال 8 وثوراسيك 1، ده الروت فاليو بتاعته، وده اللي بيغذي الانر اسبكت السكين اوف انر اسبكت اوف ذا ارم والانر اسبكت اوف ذا هاند. فعشان كده هبص الاقي فيه تشينج للسنسيشن، ممكن الاقي بين على الميديال سايد اوف ذا ارم، الميديال سايد اوف ذا فور ارم والميديال سايد اوف ذا هاند. اول ما اسمع البين ده هوت على الميديال سايد والميديال سايد دهوت، انا لما بسمعه بفكر في حاجه في الايه، في السيرفايكال فيرتبري، يا سيرفايكال ريب، يا سيرفايكال ديسك، يا سبوندولايسيسي، حاجه في حاجه من فوق. فالسيرفايكال ريب تعمل بين الان اسبكت اوف ذا والان اسبكت اوف ذا هاند، تعمل اتروفي سموث ماسلز اوف ذا هاند يتاكلوا. ثانيا احس البلس لو تك على السب كليفيان ارتري، احس البلس الاقي ديمينش بلس، الاقي الثاني دون 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 حلو، وده يا دوب ضعيف او ابسنت لو كومبريشن كومبليت. فيبقى في تشينج في البلسيشن، وفي تشينج في البين، وفي تشينج في الزوم. دول كاركترستيك للسيرفايكال ريب، وبيسموها سيرفايكال ريب سندروم، وبيسموها احد الكوزس او ثوراسيك اوتلت سندروم. ثوراسيك اوتلت سندروم احد اسبابه السيرفايكال ريب، وهتعمل مانيفستيشن دي كلها، ودي كيس موجوده على فكره، عيان عنده كذا كذا وبيشتكي من بين مش عارف على ايه ده اسبكت ده وده، واكزامينشن للسمول ماسل ذا هاند لقيتها اتروفي، البلسيشن بتاعه فيري ويك، ووتش اوف ذا فولوينج از ذا موست بروبابلي دايجنوزس، يجيب السيرفايكال ريب، مش عارف فراكشر ريب، مش عارف اي حاجه ايه. نمنس، اوكي كل انت بتقوله صح. ليه بقى؟ النيرف، النيرف اول ما بيضغط النيرف تحس بالالم على طول، فالالم دي ده مؤشر ايرلي. لو زاد الضغط او الديوريشن قعد مثلا شهرين ثلاثة اربعة، النيرف هيحصل له تآكل فيحصل النمنس، هلاقي فيه تنميل، وبعدين لو زاد اكتر loss of sensation، ما حسش ابدا بيه. فدي مراحل ضغط النيرف. اول مرحلة اول متك على النيرف يصوت على طول الم، لو تنيت ضغط عليه فترة طويلة يحصل باراستيزيا والنمنس والحاجات دي، لو لقيت ضغط عليه loss of sensation، لانه خلاص النيرف يعني الخلايا اللي فيه ماتت من كتر الضغط عليه. فعشان كده أول مرحلة البين مش هتستنى طبعا لغاية ما loss of sensation يعني، ولا أنت ناوي تعمل إيه يعني؟ أه شطارة الواحد، شطارة الدكتور إنه يلقط من الأول، يلقط الـ earliest manifestation بتاع الديزيز، إنما لما تيجي loss of sensation أه ده سيرفايكال ريب، طب أنا استفدت إيه؟ أنت موت لي النيرف ده، انما شطارت اه بين من الاول، دي الشطاره بتاعت الايه، الطبيب ايه اللي دايجنوزس، يلقط الاير اللي مش يستنى، طب استنى شويه لغايه ما العين يموت، اه ده كان عنده مايوكارديال انفاركشن، ده مات من مايوكارديال، ايه خيبتي انت، طب انت بتنيل، طب انت نيلت ايه يعني؟ انما الشطر انا اه وهو داخل لي في العياده الخارجيه او الاستقبال، ده ما يقدر انفكشن وامرجنسي تريتمنت وانقذه، هي دي الشطاره. تمام، ده ثوراسيك انلت سندروم وثوراسيك اوت سندروم والسيرفايكال ريب والمانيفستيشن بتاعت السيرفايكال ريب.
نيجي للانتر كوستال سبيسز. يعني مش هدقق فيها كتير، لكن اي انتر كوستال سبيس هو السبيس ما بين الريب اللي فوق اهي وما بين الريب اللي تحتيه اهي، ده الانتر كوستال. هذا الانتر كوستال سبيس ات كونتينز انتر كوستال ماسلز، والانتر كوستال ماسل ثلاثه، اكسترنال ونازله اوبليك داونورز اند فورورد فايبر سايت نازله كده، ده الاكسترنال انتر كوستال ماسل، ودي انسبيراتوري ماسل. انسبيراتوري ماسل تحتيها بلاقي الانترنال انتر كوستال ماسلز عكس الاتجاه بتاعها، ودي اكسبيراتوري ماسل. الانر موست ماسل الطبقة اللي تحتهم التالتة بيبقى سيجمنت، يعني كذا حتة مش مع بعض كلهم وان ماسل، بيسموه انر موست ماسل، دي برضو اكسبيراتوري ماسل. ففي تلاتة لايرز من الماسلز، اكسترنال والانترنال والانر موست انتر كوستال ماسلز. تمام. انا يهمني كمان في هنا هوت ان لو خدت كروس سيكشن هنا اهو في ادي ريب اهي وكروس سيكشن في ريب اهي، الاكسترنال انتر كوستال ماسل نازله كده اهو، الانترنال انتر كوستال ماسل نازله من الجروف هنا اهو، والانر موست انتر كوستال ماسل زي ما تعرفوا سيجمنتد ونازله، كلهم نازلين ناحيه الابر بوردر بتاع الرورب. الانتر كوستال فيل ونيرف وفيسلز ما بين الانر موست وما بين الانترنال. تمام. في انتر كوستال نيرف، في انتر كوستال فين، في كون انتر كوستال ارتريس. نيجي للانتر كوستال نيرفز اللي موجوده في الانتر كوستال سبيس، عندي 12 انتر كوستال نيرف، عندي 12 انتر كوستال نيرف، منهم اتيبيكال ومنهم تيبيكال. نمره 1 و2 اتيبيكال، 3 و4 و5 و6 تيبيكال، 7 لغايه الاخر اتيبيكال. الانتر كوستال نيرف الانتر كوستال نيرف تيبيكالي طالع من الانتور برايمري ماي وماشي في الانتر كوستال سبيس وينتهي جنب الاسترنم، بيدي لاترال برانش تو سبلاي السكين اوف لاترال سايد اوف ذا ثوراكس، بيجيب anterior branch to supply the skin beside the sternum، بيجيب the collateral branch to supply the intercostal muscles التلاتة which is supplied by the intercostal nerve for the same، بيدي nerve سمباسات الجانجليا، بيسبلاي ايضا البلورا البرايتال بلورا اللي تحتيه، وبيسبلاي البروستيوم بتاع العظمة الريب اللي ماشي فيها. عشان كده لو حصل فراكشر ريب في بين، مين اللي بيشيل البين؟ انتركوستال نيرف. مين سبب البين؟ انتركوستال نيرف، لان هو بيغذي البروستيوم اللي اتعور. لو البلورة اتعورت بين سيفير بين، مين اللي بيشيل البين؟ انتركوستال نيرف. اللاترال كوتينا بيسبلاي السايد سكين بتاع السايد، الانتيرو بيسبلاي السكين على السايد اوف ذا ستيرنوم، الكولاترا بيسبلاي انتركوستال ماسلز الثلاثه اللي هم موجودين في السبيس ده، الكلاسيك برانشز بتاعت اي انتر كوستال نيرف. عندي نمره واحد انتر كوستال نيرف از اتيبيكال. ليه اتيبيكال؟ لانه ملوش لاترال برانش، ما بيغذيش اي سكين، ملوش دعوه بالسكين نهائي. السكين من اتنين، عشان كده اتيبيكال. نمره اتنين وده المهم، الانتركوستال نيرف نمره اتنين ده هوت اللاترال برانش بتاعه بيكوميونيكيت مع الميديال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم، والكوميونيكيشن ده هوت بيسموه الانتر كوستو
برايكيال نيرف ثوراسيك 2. ولذلك الانتركوستال نيرف نمره 2 از اتيبيكال. ليه؟ لان اللاترال كيوتينس برانش بتاعه راح يغذي الارم. ده مال انا ومال الارم؟ ده انت انتركوستال نيرف عشان تغذي السكين بتاع ده، رايح هناك ليه؟ عشان كده اتيبيكال. فالانتركوستال نيرف نمره 2 بيدي اللاترال برانش بتاعه كوميونيكيت مع الميديال كيوتينس نيرف اوف ذا ارم، والكوميونيكيشن ده بيسموه انتركوستو بريكيال نيرف. عشان كده هذا الانتركوستو بريكيال نيرف بيغذي الاكزيلا، ده الارم اهو، ده الارم اهو، ودي دراعه اهو، وده تحت الابط بيسموها الاكزيلا او الارم بيت، ده تحت الاكزيلا. فالانتركوستو بريكيال نيرف بيسبلاي الاكزيلا والانر اسبيكت اوف ذا ارم، ده الارم اهو، فبيغذي الاكزيلا والانر اسبيكت اوف ذا ارم باي ذا انتركوستو بريكيال نيرف اللي هو جاي من ثراس الكام؟ 2. انتوا فاهمين الكلام ده؟ طبعا فاهمينه كويس جدا، ولو مش فاهمينه لازم تفهموه، لان البين بتاع الميوكارديال انفاركشن، البين بتاع الميوكارديال انفاركشن، بص الاقي العيان يجي يشتكي ريتروسترنال بين، بين ورا الاسترنم، هذا البين رادييتنج تو ذا انر اسبيكت اوف ذا ليفت ارم. الراديشن ده هوت للليفت ارم عن طريق مين؟ الانتركوستو بريكيال نيرف. ودي لازم تعرفوها، لازم تعرفوها دي، ان الانتركوستو بريكيال نيرف هو اللي بيكاري لو حصل فيه مايوكارديال انفاركشن. انتوا عارفين مايوكارديال انفاركشن ولا مش عارفينها؟ هبص الاقي العيان يجي يشتكي من ريتروسترنال بين، ريتروستيرن يعني ورا الاسترنم، لكن هذا البين راديات تو ذا انر اسبيكت اوف ذا ليفت ارم. ليه بيروح للليفت ارم؟ عن طريق الانتركوستو بريكيال نيرف ثراسك 2. فعشان كده ثراسك 2 از نوت كلاسيك نيرف. 3 لغاية 6 حلوين زي الفل، ماشيين بما يرضي الله، يدوا اللاترال برانش بتاعهم، يدوا الانتير برانش بتاعهم، يدوا الكولاترال برانش عشان سبلاي الماسلز، بيسبلاي البراتال بلورا اللي تحتيهم، اللي تحتيهم بيسبلاي البروستيوم بتاع العظم، الريبس اللي حواليهم، ماشي بما يرضي الله. عشان كده دول تيبيكال. نيجي 7 و8 و9 و10 و11 و12 اللي هو اللور 6 انتركوستال نيرفز. اللور 6 انتركوستال نيرفز او سام تايمز اللور 5 زائد السب كوستال، لانهم 7 و8 و9 و10 و11 دول 5 او لور 5. نمره 12 سام تايمز بيسموه سب كوستال، ما بيسموهوش انتركوستال نيرف. عشان كده يقول لك اللو الاتيبيكال اللور 5 زائد السب كوستال. ليه؟ لان السب كوستال في الابدومن ملوش دعوه بالثوركس خالص. مش هتقول لي انتركوستال، لا بيسموه سب كوستال لان تحت الكوستال مارجن خالص، داخل في الابدومن على طول مباشره. دول كلهم اتيبيكال. ليه بقى؟ لان انا عندي الثوركس اهو، وادي دي في ستيرنم، دي الامبلايكس، وادي اللور ليمب، وادي اللور ليمب، وادي الابدومين اهي بتاعتي والثوركس اهو. هبص الاقي اللور 5 زائد السب كوستال او اللور 6 بقى لو انت عايز تقولهم زي بعضه، الكولاترال او البرانش هذه بتيجي نازله في الابدومين، رحل الابدومين، فخرجت عن المنطقه بتاعتها، عشان كده ايه تيبيكال. ودي مهمه في كذا حاجه. نمره 1، احيانا عيان يجي له نمونيا يعني التهاب رئوي ويسبب له بلوريتك بين،
هذا البين يبقى في السوركس ورديت لمين؟ للابدومن. راح للابدومن من ايه؟ عن طريق الانتركوستال نيرف دي اللور 5 انتركوستال نيرف راح للابدومن. عشان كده هذه النيرفات ده اهي بتروح تسبلاي السكين اوف ذا ابدومن. يعني هنا هو 7 8 9 الحته دي كلها سكين بتاعت الابدومن 8 ودي 9 دي سبلايد بي ثوراسيك 7 8 اللي نازلين من فوق. الامبلايكاس ده هيت مشهوره جدا وهتسمعوها 50 مره ان سبلايد بي ثوراسيك 10 تحتها ثوراسيك 11 تحتها ثوراسيك 12. فبص الاقي السكين بتاعت الابدومن سيجمنتالي سبلاي بالانتركوستال نيرف. مش كده وبس، ده الماسلز بتاعت الانتيرو ابدومينال وول سبلاي بالانتركوستال نيرفز. دي دول نازلين عشان يغذوا الابدومن، عشان كده ايه تيبك مال انا ومال ابدومن. مش كده وبس، ده بيغذوا البروتونيوم بتاع الابدومن كله، البروتونيوم بتاع الابدومن. انتوا فاهمين حاجة؟ والله ما انتوا فاهمين حاجة، شكلكم كده. يبقى المصل بتاعت الابدومن سبلاي بانتركوستال نيرف، ممكن الاقي عنده نمونيا. نمونيا يعني التهاب رئة، يعني في الرئة. والاقي المصل بتاعت الابدومن اسبازم او جارد، جارد يعني كونتراكتنج، جامدة. جامدة ليه؟ لأن النير اللور دولت حملوا الإشارات بتاعت البين للأبدومن، وهما بيسبلاي الأبدومن، فلاقيها في مصل جارد. مصل جارد، والله ما أنتوا فاهمين حاجة. مصل جارد. المهم ان البين من الثوراكس كان بترانسميتد للابدومن عن طريق اللور 5 زائد السب كوستال نيرف، لانهم دول اتيبيكال نيرف بيسبلاي السكين. والسكين دي هتعرفوها رضيتوا ام لم ترضوا، نفس التركيبه دي 7 8 9. ده بيفكركم بايه 7 8 9؟ بيفكركم بايه ولا بيفكركمش بحاجه؟ 7 8 9 دي ثوراسيك 7 8 9 اللي بيسبلاي السكين اوف ذا ابر ابدومين زي ما انتم شايفين كده. انتوا عارفين المايوكارديال انفاركشن؟ سمعتوا عنه؟ المايوكارديال انفاركشن بيدي ريتروسترنال بين، ريتروسترنال بين راديتنج لي انر اسبيكت اوف ذا ليفت ارم. حلو، حلو قوي. ليه بيروح ريتروسترنال؟ ليه المايوكارديال انفاركشن بيروح ريتروسترنال؟ مش معنى بيجي عند ريتروسترنال ده ها؟ لان البين كارينج فايبرز من الهارت بتروح لسيرفايك للثوراسيك سيجمنت نمره الابر فور ثوراسيك سيجمنت، ثوراسيك 1 وثوراسيك 2 وثوراسيك 1 لغايه ثوراسيك 4. فالبين من الهارت تجراحة للسباينال سيجمنت ده، السباينال كورد، تروح للسباينال كورد. الاشاره تطلع من الهارت تاخدها البين كارينج فايبر توديها للسباينال كورد سيجمنت 1 و2 و3 و4. سيجمنت 1 و2 و3 و4 تجبعت للبرين، تقول له انا عندي الم هنا في الهارت. البرين يقول انا ما اعرفش هارت، وفعلا الفيسرا كلها البرين ما يعرفهاش، ما عندوش فكره عنه. هو ليه فكره عن السكين والمصل؟ يقول لها طب السكين اللي انت بتسبلاي ايه؟ ايه بسبلاي ده 2 و3 و4 على الاسترنم 1 و2 و3 و4. واحد هو اصلا مش موجود بينه وبينك، لان مفيش، لكن 2 و3 و4 موجودين. فعشان كده البين ريفيرد لايه؟ للاسترنم. عشان كده البين بتاع ميوكارديال انفاركشن موجود ريتروسترنال، لان البين كارينج فايبر من الهارت اتريتش ذا ابر فور ثوراسيك اللي هما بيسبلاي السكين اوفر ذا سترنم.
عشان كده البين والبريفيتو ذا سكين اوفر ذا ستيرنم، عشان كده تذا ريترو ستيرنال بين. انتوا فاهمين؟ وبيروح للانر اسبيكت دهوت عشان الانتر كوستو بريك النيرف. اوكي، يبقى انا على الوقت عرفت ليه ريترو ستيرنال وليه بيروح الانر اسبيكت. طيب واحد جالي عنده مايكارديال انفاركشن، لقيت الالم في الابدومن في الابيجاستريم في الاريا بتاعت الاستمك، اقول له الالم فين؟ يقول هنا اهو. الم رهيب، اعمل له اس سي جي الاقي مايكارديال انفاركشن. اولا ليه الالم راح للمنطقه دي؟ في هذا النوع من الالم، معلش انا هضطر استعمل ترمات هتعرفوها، لازم تعرفوها، ده انفيريور مايوكارديال انفاركشن. الانفيريور ده عليكم، ده عليكم، وفي اسئله عليكم، وفيه اللي انتوا هتعملوه يوم الاثنين. مش انتوا عندكم يوم الاثنين بتاع فيسيولوجي واناتومي؟ يوم الاثنين اللي جاي هتلاقوه في اول في وشكم على طول. انفيرومايكاردال انفاركشن، انفيرومايكاردال انفاركشن ده تايب بيأفكت الانفيرو سيرف بتاع الهارت. اوكي، الالم بتاعه في الابيجاستريم. ليه في الابيجاستريم؟ لان البين كارينج فايبر بتطلع من الهارت بتروح لثراسيك سيجمنت نمره 7 و8 و9، تروح للثراسيك سيجمنت دي، تيجي بعتها للبرين تقول لها بعتها على السكين سبلايد بيك، تيجي بعتها على السكين سبلايد ب 7 و8 و9 اللي هي موجوده في مين؟ في الابيجاستريم. عشان كده البين بتاع المايوكارديال انفارشن الاقيه في الابيجاستريم برضو، عشان انتركوستال نيرف هم نازلين بيغذوا السكين سيجمنت. انتوا فاهمين حاجه؟ فعند البين بتاع مايوكارديال انفاركشن التيبيكال ريتور ستيرنال انفيرو مايوكارديال انفاركشن هنا اهو، عشان ده بيروح لهنا وده بيروح هنا. انتوا فاهمين الكلام ده؟ تمام تمام. طيب بصوا، انا هعدي البلاد فيسلز بتاعت الانتركوستال سبيس، انتركوستال ارت وانتركوستال فين، مش عشان حاجة، عشان ادخل في حتة اهم منها كويس اوي يعني، ولا اشرحها الاول بالمرة امشي بالنظام؟ ها اشرحها الاول؟ لا، اللي انتوا تشوفوه اللي انتوا هتقرروا. ها؟ في ما شرح يعني؟ يعني اشرحه؟ طيب اشرحه. تمام، انا عندي في الانتركوستال نير في ارتريز وفي فينز، وفي عندي انتيرو انتركوستال ارتريز جايه من ارتري قدام، وفي بوستيرور انتركوستال ارتريز جايه من ورا، والاثنين بيانستموز مع بعض. طيب ادي الاسترنم اهو، ادي الاسترنم اهو، وادي ريب نمره 2 اهي، نمره 3 اهي، 4 5 6 7. تمام، هنا هو السب كليفيان ارتري هنا اهو،
الفيرست بارت بتاع السبكليفيان ارتري بيجي مد برانش، هذا البرانش يجي نازل في الثوراكس. وان فينجر بريتس لاترال تو ذا ستيرنم لغايه ما يوصل للسكس انتركوستال سبيس. هذا الارتري ده هو محترم، ارتري محترم جدا. هذا الارتري بيسمى الانترنال ثوراسيك ارتري، ده برانش من الفيرست بارت بتاع السبكليفيان، بيمشي ورا الريبس. وان فينجر بريتس يعني عرض صابع كده اهو. لاترال تو ذا سيرفس اناتومي بتاعه، لاترال تو ذا ستيرنم، لاترال الستيرنم وان فينجر بريت. الاقي لو فتحت على الاقي تحتيه نازل انترنال ميموري ارتري. بيجي عند السكس انتركوستال سبيس ودي تو برانشز، ماسكولو فرينيك وسوبيريور ابيجاستريك ارتري. سوبيريور ابيجاستريك وده الماسكولو فرينيك، ده الانترنال ثوراسيك ارتري. انترنال ثوراسيك ارتري مهم لان ارتري نمره واحد، هو اللي بيستعملوه في الكورونري باي باس. تعرفين يعني ايه كورونري باي باس؟ يقول لك واحد ايه عنده شرايين تاجيه مسدوده، فيعملوا ايه؟ تغيير شرايين. هو مش بيعملوا تغيير شرايين، هو بياخدوا الانترنال ثوراسيك ارتري ده هوت يربطوه قبل الحته المسدوده وبعد الحته المسدوده فيعد السده، عشان كده بيسموه كورونري باي باس. فالانتينا ثوراسيك ارتري از يوز في الكورونا باي باس، دي اهميه. نمره اثنين، الكورونا ارتري الانتينا ثوراسيك ارتري بيدي بيرفوريتنج برانشز من السكند والثيرد انتركوستال سبيس للبريست، وخاصه الفيميل بريست. هذا الانتينا ثوراسيك بيدي الماسكلوفرينيك ارتري، بيدي البريكارديوفرينيك ارتري، ماشي مع الفرينيك نيرف يروح للبريكارديا، بيدي تو تيرمينال برانش. طيب انا عندي الارتريز بتاعت الشيست، في انتيرو انتركوستال ارتري وبوستيرو انتركوستال ارتري والاثنين انستموز مع بعض. يبقى الارتريز انتركوستال ارتريز، في انتيرو انتركوستال ارتري في بوستيرو انتركوستال ارتريز. معايا؟ الانتيرو انتركوستال ارتريز كلها طالعه من الانتينا ثوراسيك، انتينا ثوراسيك بيدي الابر 6 انتركوستال لغايه ما ينتهي. بقيت البتاع ده هيت بالماسكلوفرينيك ارتري. فالانتيريور انتركوستال ارتريز جايه من الانترنال ثوراسيك ارتري والماسكلوفرينيك البرانش بتاعه، كل ده اللي بيدي الانتيريور انتركوستال ارتريز. البوستيرو جايه من ورا، البوستيرو جايه من الخلف. ادي الاورطة اهو، ده الارش وده ديسيندنج اورطة، ده الارش وده ديسيندنج اورطة، وهنا هوت السب كليفيان ارتري. السب كليفيان ارتري ده هوت بيدي الكوستو سيرفيكال ترانك، الكوستو سيرفيكال ترانك بيدي السوبيريور انتركوستال ارتري. السوبر انتركوستال ارتري ده هوت بيدي الفيرست والسكند بوستيريور انتركوستال ارتريز، يعني هو جاي من ورا الفيرست سبيس والسكند سبيس، بيدي جاي البوستيريور انتركوستال ارتريز هيطلعوا قدام، دول جاي من السوبر ثوراسيك. بقيه التسعه التانيين طالعين من اورطه، ديسيندنج اورطه. ده البوستيرو انتركوستال ارتريز، ده الانتيرو انتركوستال ارتريز، ودي الانتركوستال ارتريز. من قدام انترنال ثوراسيك ماسكولار فرينك، من ورا من فوق السوبيريور ثوراسيك، وبعدين الديسيندنج ثوراسيك اورتا جاي البوستيرو، والانتيرو مع الديسيندنج بيعملوا انستموس مع بعض، وده الانتركوستال ارتريز. انتيرو انتركوستال ارتريز، بوستيرو انتركوستال ارتريز. الانترنال ميموري بيدي الانتيرو
ذا اوف ذا ابر 6 انتركوستال سبيس بس، لانه بينتهي عند 6 انتركوستال سبيس. بقيته من تحت ماسكولوفرينيك. السوبيريو بيجاستك ده بيدخل في الابدومن، هتعرفوه لما تاخدوا ابدومن. اللي جاي من ورا من القش بتاع الاورطة 9، والاثنين اللي فوقيهم جاي من السوبيريو ثراسك اللي هو برانش اصلا من السب كليفيان السكند بار سب كوسو سيرفيكال ترانك. ده الانتيريور والبوستور انتركوستال ارتريس. الانتيريور والبوستور انتركوستال ارتس. الانتركوستال فينز ايضا في انتيريور انتركوستال فين وفي بوستور انتركوستال فينز. الانتيريور ماشيه مع الارتريس. الانتيريور انتركوستال فين اهو في ماسكولوفرينيك فين وهيعمل الانترنال ثوراسيك فين ماشي مع الانترنال ثوراسيك ارتري وينتهي في الليفت بريكيوسيفاليك فين. فالانترنال ثوراسيك فين والماسكولوفرينيك فين هم اللي هيدرين الانتيريور انتركوستال فينز. زي الارتري بالظبط، الارتري كان طالع من الانترنال ميموري ارتري، الفينز هتروح للانترنال ميموري فين لغايه 6. تحت كان طالع من الماسكولوفرينيك ارتريز، الفين هيروح للماسكولوفرينيك فين برضو. يبقى الانتيريور انتركوستال فين فولو الارتريز بنفس الاسماء، بس بدل ما هتكتب ارتري هتكتب فين. فاهمين حاجة؟ فاهمين؟ اللي جاي بقى مش تفهموه. احنا اتكلمنا على الانتيريور انتركوستال ارتريز والبوستيريور انتركوستال ارتريس، واتكلمنا على الانتيريور انتركوستال فينز قلنا هتفولو الارتريس صح ولا لا؟ البوستيريور بقى، البوستيريور انتركوستال فينز، البوستيريور انتركوستال فينز، البوستيريور انتركوستال فينز. لو فهمتوها ابقوا قابلوني. تمام. البوستيريور اللي هتكلم عليه دلوقتي البوستيريور انتركوستال فينز. البوستيريور الانتيريور اهو قدامي اهو، انتيريور انتركوستال فين. اللي من ورا بقى اللي هيروحوا ورا البوستيريور انتركوستال فينز يختلفوا على الرايت سايد غير الليفت سايد. انا مش عايز ادخل فيه عشان غلست ده الديافرام اهو، ودي الابدومن، ده الثوراكس. في الابدومن جوه الابدومن الرايت سبكوستال فين ده تحت الديافرام، رايت سبكوستال اللي هو ماشي مع السبكوستال ارتري اللي هو نمره 12، يتحد مع فين جاي من الابدومن اسمه اسندنج لامبر فين، ويعملوا له فين يجي داخل الثوراكس ويجي ماشي في الثوراكس على الفيرتبرال كولم ويجي عند ثوراسك 5 ويجي عامل ارش لقدام ويجي داخل في السوبيرو فينا كيفا. هذا الفين المحترم اسمه الازجوس فين. ازجوس فين وفين محترم وموجود على الجثه، واكيد شفتوه. ازجوس فين فين محترم وداخل في السوبيرو فينا كيفا وعامل ارش، والارش ده هوت على البرونكس على يمين التراكيه وداخل في الرايت لانج. شفتوا الرايت لانج؟ شفتوها؟ وشفتوا الهايلم بتاعت الرايت لانج؟ فوقيها مش في حته داخله لجوه؟
لو شفتوا اللي فوق الهايلاند بتاع التريلر هتلاقي الحته داخله لجوه، ده لان الارش بتاع الازوجوس فين معدي على في المنطقه دي، فعامل امبريشن عليه. المهم الازوجوس فين، ازوجوس فين اور فينا ازيجوس ارايزز في الابدومين by the union of the right subcostal vein ascending lumbar vein. It enters through the diaphragm عن طريق الاورتيك اوبننج، الاوبننج اللي ماشي فيها الاورطه، يجي داخل فيها وطالع فيه عبد الغيث ثراسي خمسة، يجي عامل ارش فورورد وداخل في الميدل اوف ذا سوبيرو فينا كيف، والحته دهيت هي الارش ازيجوس ارش وده الازيجوس فين كده كويس الحمد لله. ده على الرايت سايد. طيب الرايت بوستيريور انتركوستال فينز، انا عندي الانتركوستال فينز 12 المفروض، لان في 12 او 11 سبيس والتاني السب كوستال. انا والله ما انتوا فاهمين حاجه. الفيرست رايت انتركوستال فين يروح لي الرايت سب كليفيان الرايت بريكوسيفاليك فين. المفروض بقى ايه؟ ده الرايت بريكوسيفاليك فين وده الليفت بريكوسيفاليك فين، هما اللي هيعملوا لي السوبير فينا كيفا وده داخل في السوبير فينا كيفا. فالفيرست رايت انتركوست بوستيرو انتركوستال فين في الرايت سب كليفيان. السكند والثيرد بوستيريور انتركوستال فين يتحد مع بعض ويعملوا سوبيرو ثراسيك فين، يجي داخل في الارش اوف ذا ازيكوس. ده 2 و3. الباقي بقى 4 لغايه 11 داخلين في الازيكوس فين. ده الرايت بوستيريور. خلي بالكم احنا عم نشرح في الانتركوستال فيسلز، قلنا في ارتريز وفين. الارتريز انتيرو انتركوستال ارتريز جاي من الانتينال والماسكو فرينيك، والبوستير جاي من الارش اوف زاورتا وجاي من ده. قلنا الفينز، قلنا الانتيرو انتركوستال فين رايحين لنفس الارتريز اللي هم طالعين منه. جينا للبوستير انتركوستال فين، قلنا على الناحيه اليمين الفيرست يروح للرايت بريكوسيفاليك، ده البريكوسيفاليك. نمرة 2 ونمرة 3 بوستيريور انتركوستال يتحد مع سوبيريور ثراسيك فين، يجي داخل في الارش اوف ذا ازيجوس. نمرة 4 لغاية نمرة 11 داخلين في الازيجوس. نمرة 12 اللي هو ده، لان ده في الابدوم هو اللي عمله. ده الرايت سايد. الليفت سايد على الليفت سايد بتاع الفيرتبرال كولم هلاقي الليفت بوستيريور انتركوستال فين هيروح برضو للبريكوسيفاليك، لكن للليفت بريكوسيفاليك فين. نمره 2 ونمره 3 هيتحدوا مع بعض يعملوا لي برضو سوبيريوس راسك فين، يبقى ده رايت سوبيريوس راسك فين، ده ليفت سوبيريوس راسك فين، يجي داخل في البريكوسيفاليك فين. نمره 4 لغايه نمره 7 يعني 4 و5 و6 و7 بوستير ده هم يتحدوا مع بعض ويعملوا سوبيريور هيمي ازيجوس فين، يجي معدي الفيرتبرال كولن وداخل فيه الازيجوس، وده بيسمى السوبيريور هيمي ازيجوس. هيمي ازيجوس لانه مش زي الازيجوس ده طويل اهو، لكن ده خد حته صغيره. نمره 8 و9 و10 و11 ده هم اصلا الليفت سبكليفيان فين يتحد مع الليفت اسيندنج لامبر ويعملوا لي ده سوبر هيم ازوس، ده الانفيرور هيم ازوس اللي هيدرين 8 و9 و10 و11 معاه، والاثنين فيرور هيم ازوس سوبر داخلين في الازوس فين. فيري باد، واعتقد انكم ما فهمتوهاش ولا هتفهموها لان انا مش فاهمها اصلا. انتوا متخيلين الموقف؟
ده البوستيرو انتركوستال فينز بس. الانتيرو انتركوستال فين بيروحوا لقدام، لكن دول بصوا على الرايت سايد وعلى الليفت سايد. الرايت سايد في الازجوس فين، افتكروا الليفت سايد في هيمي ازجوس، سوبيريوم ازجوس، فيريوم ازجوس. الفيرست انتركوستال راح يروح للبريكوسفاليك من ناحيتين، نيجي نمره 2 و3 هيديني سوبيريور ثراسك فين. الرايت سايد هيروح لازجوس ارش، على الليفت سايد يروح للبريكوسفاليك. وبعدين يعمل بقى السوبيريوم، هم 8 الباقيين 4 4 4 5 6 7، ادي 4 سوبيريوم ازجوس، 8 9 10 11 انفيريوم ازجوس. الانفيريوم ازجوس بيتكون في الابدومن زي ما الازجوس كون بس على الليفت سايد. المشكلة ايه؟ المشكلة مش كده، المشكلة مش كده، المشكلة ان مفيش اسئلة كتيرة على الموضوع نفسه، برغم ان هو very complicated، لكن ما تلاقيش cases كتيرة. عشان كده انا كنت عايز باي باسيت اعديه، لكن انتوا اتدخلتوا في الموقف، كان تدخل غير طبيعي وابنورمال وغلط. عشان كده انا كنت عايز اعديه، اعدي الحاجه، ابص الاقي اسئله كتيره موجوده عليه. انما ايه دي اللي هدخل في ازجوس وهيما ازجوس؟ هو اهم واحد فيهم ازجوس ده، لان ما اعرفش مهم ليه، حتى والله ما اعرف هو مهم ليه. مازجوس سوبيريوم مازجوس انفيريوم مازجوس، يعني ايه؟ لكن على الاقل لازم تعرفوها، لازم تعرفوا الانتركوستال فيسلز، وفي انتركوستال ارتس، انتركوستال نيرفز، وانتركوستال فينز. والانتركوستال ارت في انتيرور وبوستيرور، والفينز في انتيرور وبوستيرور، ودي لهم مسار ودي لهم مسار تاني اخر. انتوا عندكم 10 في محاضرة صح؟ تمام، انا هاخد البلورة بس كده عشان ايه، احس ان انا انتجت حاجة، لان الحتة اللي فاتت دي انا بعتبرها الحتة بتاعت الفيسز اهي، بعتبرها يعني ايه، بالنسبة للبلورة زي ما انتوا عارفين البلورة عبارة عن ساك واللونج عملت لها انفاجينيشن، فأصبحت الساك لها برايتال لير وفي فيسرال لير. اللونج هنا اهو، الطبقة من البلورا اللي على اللنج مباشرة ده الفيسرال لير. البارت اللي هي تحت الريبس والانتركوستال سبيس وعد فريم نفسه كمان، دي اللي بيسموها البرايتال لير. اصبح في برايتال لير وفيسرال لير، والاثنين كونتينوس مع بعض عند الهايلم بتاعت اللنج، والبرونكاي والفيسل داخله في الهايلم. انا مش هشرح هي اتعملت ازاي لانه عارفينها، انفاجينيشن ومش انفاجينيشن كان عارفين ده كله. ها مش عارفين حاجه؟ طيب هي اصلا البلوره كانت ساك كده وساك وامتي وسنجل لير واحده بس وكانت فاضيه، جت اللنج ده هيت زقاها، عامله انفاجينيشن. انفاجينيشن يعني زقاها، مش فتحاها، فزقت دي، فدي زقت كده اهو واللنج دخلت فيها اهي، زقتها كمان دي دخلت لجوه واللنج دخلت كمان لجوه، تنيتها تعمل لها انفاجينيشن لغايه ما حصل المنظر ده.
ولسه البلورة ساك وفاضية ومفيهاش حاجة، لكن هي اتعملت 2 ليرز عشان اللنج عملت انفاش دي. فالجزء اللي محوط اللنج ده الفيسرال، الجزء محوط البريات بيسموه البريات اللير اوف بلورة، تمام. وفي البلورة الكافيتي، هذا البلورة الكافيتي ده هوت في a small amount of fluid عشان lubrication. بالنسبة للبلورة بتقسم حسب الآتي: الجزء اللي فوق الكلافيكل لأن بيسموه الإيبكس بتاعت البلورة، إيبكس بتاعت البلورة زي الإيبكس بتاعت اللنج above the medial side of the cavity 1 inch، ودي important. ليه بقى؟ في سؤال موجود يقول لك عيان عنده مش عارف خد جان شوت at the root of the neck just above the medial third of the clavicle. Which of the following important structures to be affected؟ من ضمنها cervical pleura، cervical pleura أو الأبيكس بتاع اللنج، لأن دي cervical pleura. اللي نايم على الأبيكس of the lung. فاللي يتضرب هنا هوت سيرفيكال بلورا، او يتضرب هنا الايبكس اوف ذا لانج. وده سؤال موجود ام سي كيو، فعشان كده لازم اعرف ان السيرفيكال بلورا او الايبكس اوف ذا لانج السيرف سنته بتاعها 1 انش اباف ذا ميديال ثيرد اوف ذا كلافيكل، اوكي موجوده في روت اوف ذا نيك، تمام. الجزء من البارايتال بلورا اللي تحت الريبس والانتر كوستال بيسموه كوستال بلورا. الجزء اللي نايم على الدافرام بيسموه دافراماتيك بلورا. الجزء اللي قبل الناحيه اللنج الناحيه الثانيه ده بيسموه ميدياستينال بلورا. دي اجزاء البارايتال بلورا، دي اجزاء البارايتال بلورا. النيرف سبلاي بتاعها is very important. نمرة واحد، الكوستال بلورا ده هي سبلاي بالانتر كوستال نيرفز اللي موجود، انتر كوستال سبيس في انتر كوستال نيرف بيسبلاي دي، انتر كوستال نيرف بيسبلاي دي، وهكذا سيجمنتالي. نيجي للميدياستينال بلورا، ده هي سبلاي بالفرينك نيرف. نيجي للديافراماتيك بلورا، السنترال بارت بتاعها على السنترال تندو بتاع الديافرام بالفرينك، يعني الفرينك عامل حرف ايه اللي مقلوب كده، واخد الميدياستينال بلورا واخد السنترال بارت بتاع الديافراماتيك، الكوستال نيرفس واخده الكوستال انتركوستال نيرف، البريفرال بارت ده هوت سبلايد باللور 6 بلور 5 انتركوستال نيرف 7 و8 و9 و10 و11 اللي هم هينزلوا من السوركس يروحوا للابدومن، وهم نازلين بسبلاي اللاترال بارس اوف ذا ديافراماتيك بلورا. النيرف سبلاي بتاع الفيسرال بلورا اوتونوميك نيرفز، عشان كده اي انجري للفيسرا بلورا it does not produce pain، لكن اي مجرد تلط البريتا بلورا سيفير بين، لان سبلايد بي اوتونوميك نيرف سمبثاتيك برا سمبثاتيك، لكن دي سبلايد بسوماتيك نيرف بالانتر كوستال نيرفز بالفرينك نيرف، دي سوماتيك يعني تقرب لها تصوت على طول. في ساعات وانت بتاخد نفسك تلاقي في شك نغزه جامده لدرجه انك انت توقف النفس والم ونغزه وفيري لوكالايز وتشاور شاور صبعك هنا اهو، صح بيحصل؟ اهي دي بلورزي، ده بين من البلوره. شوف قد ايه بيبقى شارب لدرجه انك انت ما بتكملش نفسك من الالم، ويبقى فيري لوكالايز بصبع وشارب وانكريز مع ريسبيريشن، ده بلورسي على طول.
ولو حطيت السماعة الاقي بلور الرب ده بلورسي. كاركترستيك للبلوريتك بين، البلوريتك بين نمرة واحد لوكالايزد، فيري لوكالايزد. يعني ايه لوكالايزد؟ يعني اشاور بصبعي. نمرة اتنين شارب بين، حاد جدا. نمرة تلاتة انكريز مع الانسبيريشن، بلوريتك بين. بيزيد مع الانسبيريشن ده بلوريتك بين، ده بلوريتك بين على طول. شارب حد جدا، لوكالايزد بصبع اشاور عليه، انما بتاع الهارت بحط ايدي كلها هنا اهو، مشاورش بصبع. لكن ده فيري انكريز مع الانسبيريشن. نمر أربعة معاه بلور الرب، رب. يعني لو حطيت السماعة او حطيت ايدي حتى على المكان احس الرب، الرب بالظبط. انتوا عارفين زي ايه؟ اللي حد منكم لابس جزمة جديدة قبل كده؟ مين لابس جزمة جديدة مرة في حياته؟ لبسنا اول يوم لبس الجزمة الجديدة لما لبستها حصل ايه؟ كان بتزيق. تبص وانت لابس الجزمة الجديدة بتزيق وانت ماشي، شكلكم كده ما جربتوش جزمة جديدة خالص. زي يعني انا من الاعدادية ما لبستش جزمة جديدة، عشان كده نسيت التزييق دي. لكن لبس تبص وهو ماشي الجزمة بتزيق بتعمل صوت. سمعتوه الصوت ده؟ اهو ده الرب اللي هسمعه بالسماعة بالظبط، اكن جزمة جوه صدره واحد ماشي بنفس الصوت بالظبط. ده البلور الرب او البريكارديا الرب، في البريكاردايس هو هواه. جزمة حط سماعة تلاقي جزمة، التزييق بتاعت الجزمة دي ده رب، ده البلور الرب. دي كاركترستيك للبروتيك بين. وده بينزل سؤال، يعني عيان عنده مش عارف بين والبين شارب ولوكالايز وانكريز مع انسبيريشن، موست بروبابلي ذا كوز اوف ذيس بلورا اللنج الهارت مش عارف مين وهكذا. ليه؟ عشان اقول بلورا بلورزي، دايجنوز از بلورزي، بلورزي يعني انفلاميشن اوف ذا بلور. ده بينزل سؤال فيري كومن، بلورزي بلورزي يعني انفلاميشن البلورا بلورزي. كاركترستيك البلورزي ده هم مش تفاهم ابدا، انكريز مع سبري. سام تايمز هذا البين ريفيرد، ريفيرد يعني يروح لحته تانية. يا اما مثلا هو اللي قدام ممكن ريفيرد للباك عن طريق الانتر كوستال نيرف، لان البين كانت بالانتر كوستال نيرف، هو البين اصلا معمول بالانتر كوستال نيرف، والانتر كوستال نيرف جاي من ورا لقدام، فلو في التهاب من قدام ممكن يريفير للباك عن طريق الانتر كوستال نيرف، ممكن يريفير للابدومين. مش في خمسه نازلين عن طريق الانتر كوستال نيرف كان بريفير تو ذا ابدومين، كان بريفير تو ذا باك اوف ذا سيم انتر كوستال سبيس عن طريق الايه؟ الانتر كوستال نيرفز. بلورزي inflammation of the pleura. طيب في سؤال بقى تاني يقول لك ايه؟ عيان عنده بين في الشيست كويس، and this pain is localized pain، مش شرط يقول لك في الفيفث انتركوستال سبيس جاست مثلا تلترس، يعني localized. هذا البين شارب بين and increase، اقول اسمع increase مع الانسبيريشن ده بلورا، ما فيش تفاهم. انا دخلت في بلورا اوكي، يعني عنده بلورسي. ده بين راديات تو ذا ليفت شولدر، ده بين اللي هو اصلا بلورسي. احنا قلنا البلورسي بيروح للانتر كوستال سبيس من ورا زي بعض، ينزل في الابدومين عن طريق انتر كوستال نيرف زي بعضه، لكن يوصل لدرجه انه يوصل للشولدر ده ما اتفقناش عليه. يقول لك ايه؟
which of the common which most probably the nerves that convey this radiation. Phrenic. ليه؟ لأن هذه البلورة دهيت يا إما مدي السينال بلورة بلورزي يا إما ديافراماتيك بلورزي في السنترال بارت. السؤال أحيانا يقول لك which of the following nerves that carry radiation؟ يبقى الفرينك لأن هو الوحيد اللي هيروح للشولدر، لأنه عارفين الفرينك جاي من 3 و4 و5. الفرينك نيرف من سيرفيكال 3 وسيرفيكال 4 مين ل 4 وسيرفيكال 5. فلو في ألم هنا هوت هيجي ماشي عن طريق الفرينك نيرف يروح للسباينال سيجمنت نمره 3 و4 و5. هذا السباينال سيجمنت اهي بتاعت السباينال كورد، يروح لها لأنه طالع منها فيودي الألم له. برضو نفس القصة تبعت للبرين يقول أنا ما أعرفش، أنا مش دعوة بالبلورة، ما فهمش بلورة. فين السكين؟ تقول الحتة اللي على الشولدر، اللي بعت الألم هناك. تجبعت الألم على الشولدر لأن الشولدر سبلايد بسوبرا كلافيكولار نيرفز طلع من 3 سيرفيكال 3 سيرفيكال 4. عشان كده البين ريفير تو ذا شولدر. اول ما اسمع بين ريفيت تو شولدر اوتوماتيكالي فرينك نيرف، حته سبلاي فرينك نيرف على طول. البين بتاع الميوكارد انفكشن ما يروحش للشولدر، عمره ما يروح للشولدر، هو يروح للانر اسبيكت بتاع الليفت ارم، لكن ما يروحش للشولدر. يروح للشولدر ده اول ما اسمع كلمه شولدر فرينك، ادور بقى الفرينك دي في اي حته، في الابدومين، في المراره، التهاب المراره هتاخدوه لما تاخدوا الجي اي تي، التهاب المراره بيسمع في الكتف اليمين عن طريق الفرينك نيرف. فهنا برضو البلوزي يقول لك عين بلوزي وراح للشولدر. ووتش اوف ذا فولونج نيرف كاري راديشن؟ الفرينك نيرف. ووتش اوف ذا فولونج بارت اوف ذا بلورا از موست بروبابلي افكتد؟ ميدياستانا بلورا، كوستال بلورا، بريفرال بارت اوف ذا فريماتيك بلورا، ابيكال او السيرفيكال بلورا، فيسرال بلورا. يجيب لك 5 من ضمنهم الميدياستاين، يبقى الميدياستاينال لان هي دي اللي سبلاي بالفرينك نيرف، او السنترال بارت بتاع الدافريماتيك بلورا برضو بالفرينك نيرف. فالسؤالين بالطريقه دي. انا هضطر اسيبكم عشان تستعدوا للايه، للمحاضره اللي جايه. البريكارديال ايه؟ البين بتاع البريكاردايتس ماله؟ هو سأل حته كويسه، نمره 1. البين بتاع البريكاردايتس ات انكريز مع الانسبيريشن، ات انكريز مع الانسبيريشن وبريكاردايتس. ليه انكريز مع الانسبيريشن؟ لان في كونكومنتنت بلورزي، في بلورزي حوالين، لان البريكارديا متغطي باللنج والبلورا مغطيه الهارت. فلو حصل بريكاردايتس في بلورزي للبلورا اللي جنبيه، فعشان كده بالبين بتاع البريكاردايتس ريتروسترنال بين، ادي اول نمره 1. هذا البين انكريز مع الانسبيريشن ليه؟ وده سؤال برضو موجود. بيشنت عنده ريتروسترنال بين والبين انكريز مع الانسبيريشن، اي سي جي دايجنوزد از بريكاردايتس. وات از ذا موست بروبابل ذا كوز اوف انكريز ان انسبيريشن؟ اكومنينج بلورزي، هي دي الاجابه السليمه. والباقي يجيب لك اي حاجه. اكومبنينج ليه؟ لان في اكومبنينج بلورز هي اللي بتعمل، مش البريكاردايتس. البريكاردايتس اصلا ملهاش دعوه بالاسبيريشن خالص، لان الهارت بيبايند من اول ذا تايم، سواء في اكسبيريشن اكسبيريشن الالم موجود. انتوا فاهمين حاجه؟ ثانيا راديت تو ذا ليفت شولدر. ليه؟ لان البريكارديوم سبلاي بي الفايبرز بريكارديوم المباريات اللي هي بتاع بريكارديوم بالفرينك نيرف. وبرضه ده سؤال تاني يقول لك البين تو ريفيت تو ريف شولدر، ويتش از ذا فولونج نيرفز
كارينج او ديس راديشن، فرينك نيرف، فيجاس نيرف، مش عارف ايه نيرف، محمد عبد السلام نيرف وكده يعني. فبرضه فلازم تبقى واضحه عندك. صح، كويس انك انت قلت البريكاردايتس، لان هتقول البريكاردايتس، طب ما الالم في البريكاردايتس بيزيد مع الانسبيريشن، يبقى ده بلوريزي. بلوريزي في اكومبانينج بلوريزي مع البريكاردي، مع البريكاردايتس، وفي بلور بريكارديا الراب زي مع البلور الراب. ده بالنسبه في اخر حاجه في البلورا، البلورا ريسيسز. عندي اتنين ريسيسز، والاتنين ريسيسز مشهورين جدا، والاتنين ريسيسز بيبانوا كمان في مين؟ في الاشعه. انا عندي البلورا اهي، وادي اللنج اهي، ببص الاقي ما بين الكوستال بلورا وما بين الدافرماتيك بلورا في حته ريسيس، حته ريسيس يعني حته زايده فضله، يعني زي ما واحد يلبس جلابيه طويله تلاقي حته منها مدلدله على الارض، هي دي الحته مدلدله، عشان كده بيسموه ريسيس. ريسيس يعني حته فاضيه، اللنج ما بتملهاش الا دورنج الايه فورسد انكسبيريشن، لما اعمل انكسبيريشن بقى كبيره قوي ممكن. لكن دي هذا الريسيس بيسموها دافراماتيك ريسيس، او بيسموها كوستو دافراماتيك ريسيس دافراجماتيك، ما بين الانتيريور بوردر بتاع اللانج والبلورا في انايزر ريسيس بيسموه كوستو ميدياستاينال ريسيس. انا اللي يهمني ده ليه بقى؟ لان في الاشعه كده اهوت، وادي الريبس اهي باينه في الاشعه، والاقي اللانج هنا، البلورا هنا اهوت، وهارت هنا اهوت، وبلورا الناحيه الثانيه هنا اهو، والريسيس ده هي واضحه قوي، اللي هي الانجل ما بين الدافرام والبول على طول، دي احيانا بتنزل في العملي يقول لك ايدنتيفايت، ويجيب لك صوره اشعه ويحط عليها رقم، وجات في الامتحان وبتيجي في الامتحان وهتيجي في الامتحان. ليه بقى؟ مش معنى دي بالذات، لو المفروض ان الحته كوستو فرينك انجل ده اهي بيسموها كوستو فرينك انجل، بيسموها اللي هو كوستو فرينك ريسيس، ودي الانجل اهي، المفروض انها تبقى فيها هواء، الريبس باينه وفيها هواء في كل حاجه، ده نورمالي. لو لقيت اوباسيتي، بس يعني حته بيضة كده اهو ماليه الكوستو فرينك انجل او الكوستو دافراماتيك ريسيس، ده معناه بدايه البلورال افيوجن، معناها هتتكون ميه، او معناها اتكونت ميه بس كميه صغيره. فاوبليتريشن للكوستو فرينك انجل كاركترستيك بلورال افيوجن، لو لقاها سودة كده زي بقيه اللنج والحته دي كلها ده نورمال، لكن لو بصيت لقيتها ابيضت في بلور افيوجن على طول، دي قيمتها وزي كده مهمه جدا لازم اعرف، وغصب عنك هتعرف كوستوفرينيك انجل، دي الكوستوفرينيك انجل اللي بتبان في الاشعه، لكن ده ريسيس، ده كوستو دافراماتيك ريسيس اللي هي البلورا الزايده دي، لكن الانجل اللي في الاشعه دي الكوستو فرينك انج، كوستو فرينك انج از فري، حتى في التقرير الاشعه هيمسك يعني اشعه الصدر كده اقول لك كوستو فرينك انج از فري، تلاقي في التقرير. ليه بقى؟ بيقول يعني مفيش برو فيوجن، فعشان كده كوستو فرينك انج الريسيسز ديت لازم اعرفها. وايه؟ معلش انا وجعت دماغكم، لكن ايه امركم لله، اوكي؟
هو فاضل طبعا في حاجات تانية في البلورا واللانج، فلو شفته مثلا ساعة كمان ولا شوية كمان في اي يوم تاني هيبقى افضل. اكمل لكم اجزاء البلورا الموجودة لان دي مناطق الاسئلة كلها.